يعد فن النحت من الفنون البصرية الذي يتعامل مع الكتلة والفراغ والأجسام ليخرج بنا من حيز الرسم والتصوير ثنائي الأبعاد إلى حيز التجسيم ثلاثي الأبعاد، وتحويل كتلة ملموسة إلى مجسم بكل تفاصيله ووجوده ليشغل حيزاً من الفراغ. فن النحت بالنسبة لي أنه من أقوى وأفضل الوسائل لإيصال الفكرة، من أفضل ما اشتغل عليه الإنسان لتقديم إنجاز فكري. السبب أنه يختلف عن اللوحة، النحت 3D يعني ثلاث أبعاد، بالإمكان الإنسان يتلمس هذا المنحوتة، يتلمسها ويحس بها ويشعر بها، بالإضافة إلى عملية نقل المشاعر الإنسانية من خلال المنحوتة. أنا أعتقد أنه وسيلة أقوى من اللوحة بكثير. عرف فن النحت منذ آلاف السنين، فهو من أقدم الفنون وقد اشتهرت به العديد من الحضارات، حيث استخدم في التعبير عن تاريخها كما تعددت أشكاله وأنواعه. حتى الفنان ينتج عمل فني مجسم منحوتة بين قوسين، يفترض يمر ببروسس بسيط اللي هي الفكرة، كيف تتولد الفكرة، ميول الفنان يعني على أي جانب يشتغل فيه، تعرف كل فنان إلى ميول خاص في إنتاجه الفني. فشخصيا أبتدي بالسكتش بورقة، بالبداية تجي الفكرة، بعدها نفذها أو أوثقها على الورق، بعد الورق طبعا تتنفذ بالطين. الطين طبعا المادة ثقيلة، فتحتاج إلى ستركتشر، هيكل حديدي يمسكها للطينة، وهذا الشيء طبعا إلى علاقة بالشكل العام للمنحوتة. طبعا النحت مواد مختلفة، بالإمكان نحت أو تقديم العمل المنحوتة والمجسم بمختلف المواد، لكن أنا شخصيا أميل إلى خامة البرونز اللي هي تعتبر من الخامات النبيلة. خامات الخامات طبعا في الرخام وفيه البرونز، فيه الألمنيوم، فيه كل المعادن، فيه الخشب طبعا. كل خامة فيها مقومات، وكل خامة لها جمالية خاصة، يعني لازم الفنان يعي هذه الخامة. لكل منحوتة رونقها الخاص ومراحل ميلادها المختلفة التي تشكل خصوصية لدى كل مبدع، فبلحظة الاكتمال والتكوين تتبلور الصورة الكلية للمنحوتة بلغتها البصرية لتصل بقوة إلى عقل وقلب كل محب للجمال والإبداع.